بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس الأربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، فهي علتها الفاعلية والغائية. وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع: اختيارية إرادية، وحركة طبيعية، وحركة قسرية. والحركة الطبيعية أصلها السكون، وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن مستقره ومركزه الطبيعي، فهو يتحرك للعود إليه، وخروجه عن مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاسر المحرك له، فله حركة قسرية تتحرك بتحريك محركه وقاسره، وحركة طبيعية بذاتها يطلب بها العودة إلى مركزه، وكلا حركتيه تابعة للقاسر المحرك، فهو أصل الحركتين. والحركة الاختيارية الإرادية هي أصل الحركتين الأخريين، وصارت الحركات الثلاثة تابعة للإرادة والمحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه عبارات دقيقة، ولكن المحبة لا شك أنها ميل القلب إلى المحبوب أيا كان. كل إنسان يأتي شيئا فإنما يأتيه في الغالب لميل إليه ومحبة له. لا أحد يأتي شيئا في الغالب إلا وهو يحبه، لكن قد يأتيه أحيانا من غير محبة، وهذا خارج عن الأصل. ولذلك المؤمنون يحبون الله عز وجل ويعبدونه ويبذلون الأنفس والأموال في طاعته، لأنهم يحبونه حبا شديدا، وهو يحبهم سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه. المؤمنون لا يعدلون عن الله أبدا، ولا يساوون به غيره، وهذه هي المحبة العبودية النافعة. والكفار يحبون الأصنام وما يعبدونه من دون الله، من الناس من يتخذ أندادا يحبونهم، أندادا يعني شركاء لله، يحبونهم كحب الله، كما يحب المؤمنون الله عز وجل. فهم ما عبدوا الأصنام إلا لأنهم يحبونها، ولا جاهدوا دونها وبذلوا أنفسهم وأموالهم دون الأصنام إلا لأنهم يحبونها. وحتى الأشياء التي قد لا يكون لها قيمة، قد الإنسان يتعلق بها ويحبها، مثل الحين أصحاب الرياضة اللي يسمونها المباريات والكرة، يحبونها حبا شديدا، ولذلك يتعبون فيها، وتجد أحدهم يقبل ما يسمونه بالكاس، أو يقبله لا شيء، يقبله ما في فائدة، لكن لأنه يحب فقط، لأنه يحبه، وما تعبوا هذا التعب إلا لأنهم يحبون هذه المهنة، تعلقت قلوبهم بها. الإنسان يحب المال، ولذلك يفني عمره ويخاطر بنفسه ويسهر ويتعب ويسافر طلبا للمال. وتحبون المال حبا جما، لا بل تحبون العاجلة. فما أحد يتحرك بطلب شيء إلا لأنه يحبه، لولا المحبة ما تحرك الإنسان.
لولا المحبة تعطلت الأشياء. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذه المحبة في قلوب الناس لما يريدون، فمنهم من يحب الخير ومنهم من يحب الشر، لابد من محبة يسير بها الإنسان ويتحرك، لابد. كل هذا أساسه المحبة للأشياء. الإنسان الرجل يحب المرأة حبا طبيعيا وشهوانيا، ولذلك يتغنى بجمالها وبكلامها حتى يكاد يسجد لها من شدة محبته لها. وهكذا المرأة تحب زوجها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمحبة أصلها موجود في كل شيء، حتى في البهائم تحب أولادها محبة طبيعية جبلها الله عليها. ولذلك تجدها تدافع عنها، وتجدها تحن إليها، وتجدها تتعب في حمايتها ورعايتها، وهي ليس لها مصلحة منها، لكن الله جل وعلا جعل فيها المحبة لأجل مصالح العباد، لأجل تغذي هذه الحيوانات وهذه لمصالح العباد. فالمحبة موجودة في كل شيء، لكن قد تكون المحبة لها فائدة ولها عواقب حميدة، وقد تكون المحبة لها ضرر ولها عواقب سيئة. لذلك بنو إسرائيل لما ابتلوا بالعجل الذي يعني صورة عجل نحتها أو صورها لهم السامري من الذهب، فأحبوها وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، صاروا يحبونه حبا شديدا. فتنة، هذه فتنة، محبة فتنة. فهذا معنى كلام الإمام ابن القيم، أصل كل شيء وكل حركة أصلها المحبة. نعم. والدليل على انحصار الحركات في هذه الثلاث أن المتحرك إن كان له شعور بالحركة فهي الإرادية، وإن لم يكن له شعور بها فإما أن تكون على وفق طبعه أو لا، فالأولى هي الطبيعية والثانية القسرية. إذا ثبت هذا فما في السماوات والأرض وما بينهما من حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون أمهاتها، فإنما هي بواسطة الملائكة المدبرات أمرا والمقسمات أمرا، كما دل على ذلك نصوص من القرآن والسنة في غير موضع. والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالملائكة، فإن الله وكل بالرحم ملائكة، وبالقطر ملائكة، وبالنبات ملائكة، وبالرياح ملائكة، وبالأفلاك والشمس والقمر والنجوم، ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة كاتبين عن يمينه وشماله وحافظين من بين يديه ومن خلفه، ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها إلى مستقرها من الجنة والنار، ووكل ملائكة بمساءلته وامتحانه في قبره وعذابه هناك أو نعيمه، وملائكة تسوقه إلى المحشر إذا قام من قبره، وملائكة بتعذيبه في النار أو نعيمه في الجنة، ووكل بالجبال ملائكة، وبالسحاب ملائكة تسوقه حيث أمرت به، وبالقطر ملائكة تنزله بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله، ووكل ملائكة بغرس الجنة وعمل آلتها وفرشها وثيابها والقيام عليها، وملائكة بالنار كذلك. فأعظم جند الله الملائكة، ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهم يدبرون الأمر ويقسمونه بأمر الله وإذنه. قال تعالى إخبارا عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأقسم سبحانه بطوائف من الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة وأقسم سبحانه بطوائف من الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة كما قال: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. وقال: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. وقال تعالى: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به في كتاب أيمان القرآن. نعم، الملائكة، الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال سبحانه وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة، فمن لم يؤمن بالملائكة فهو كافر، لأنه مكذب لله وجاحد لوجود الملائكة الذين أخبر الله عنهم وعن وجودهم، وهم من عالم الغيب لا نراهم، لكن الله خلقهم من نور. الله خلق الملائكة من نور، وخلق الشيطان من النار، وخلق آدم من تراب، خلق آدم من تراب. فالملائكة جند من جند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولا يعلم عدد الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم خلقة الملك الواحد إلا الله. هم عظام الخلقة. جبريل عليه السلام هو أعظمهم وهو سيدهم وهو الموكل بالوحي، وهم أصناف، كل صنف له عمل وكله الله إليه في هذا الكون، كما ذكر الله في كثير من الآيات. فالإيمان بالملائكة لا بد منه وإن كنا لا نراهم، لأن هذا من الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب هو الإيمان بالأشياء التي لا نراها، ولكن الله أخبر عنها وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا ذكر لنا بعض أعمال الملائكة، فمنهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بالوحي وهو جبريل، موكل بالقطر وهو ميكال، والموكل بالقطر وهو جبريل، والموكل بالأرواح وهو إسرافيل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. لماذا خص هؤلاء الملائكة الثلاثة؟ لأن جبريل عليه السلام موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالأرواح التي فيها حياة الأبدان، وكذلك بقية الملائكة موكل بالأجنة في البطون، موكل بالحفظ الأعمال بني آدم، موكل بحفظ الإنسان نفسه من المكروهات والآفات. فأنت تمشي ومعك ملائكة، لو تخلوا عنك لوقعت في الهلاك والخطر، وتسلط عليك عدوك، تسلطت عليك السباع، تسلطت عليك المؤذيات، فالملائكة تدفع عنك ما دام لك بقية في هذه الحياة. فإذا جاء الأجل تخلوا عنك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فهم معك يحفظونك، وملائكة يحفظون عملك
خيرا أو شر يسجلونه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لكن أنت لا تراه، أنت لا تراهم، ولكن يجب عليك الإيمان بهم. والملائكة أصناف كثيرة كما ذكر الإمام ابن القيم هنا، كما ذكر الله في القرآن: والنازعات غرقا، ناشطات نشطا، هذا قبض الروح، فبعض الأرواح روح المؤمن تنشط نشط بسرعة، وروح الكافر والعياذ بالله هذه تتفرق في جسمه فينزعونها بشدة ويتألم أشد الألم من ذلك. وكذلك الصافات صفا، ملائكة يصفون عند ربهم، قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يكملون الصف الأول فالأول. نعم. وإذا عرف ذلك فجميع تلك المحبات والحركات والإرادات والأفعال هي عبادة منهم لرب الأرض والسماوات، وجميع الحركات الطبيعية. نعم، هو الإنسان يتحرك تحرك عبادة، إما عبادة قسرية وهي تحرك الكافر والمشرك، يتحرك بأمر الله، ما له مخرج عن أمر الله عز وجل، هو عبد لله عز وجل عبودية عامة لا يخرج عن أمره وتقديره، يقدر عليه الموت، يقدر عليه المرض، يقدر عليه الفقر، يقدر عليه الغنى، يقدر عليه، فلا يتخلص من هذا لأنه عبد. وإما عبادة اختيارية وهي عبادة الله بالركوع والسجود والدعاء والاستغفار، هذه اختيارية باختيار الإنسان، وهذه لا يفعلها إلا المؤمن. أما الحركة الاضطرارية فهذه يفعلها المؤمن والكافر: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل له قانتون، كل له قانتون، المؤمن والكافر. لكن الكافر يقنت قنوتا اضطراريا، والمؤمن يقنت قنوتا اختياريا وإراديا ومحبة لله عز وجل. نعم. وجميع الحركات الطبيعية والقسرية تابعة لها، فلولا الحب ما دارت الأفلاك، ولا تحركت الكواكب النيرات، ولا هبت الرياح المسخرات، ولا مرت السحب الحاملات، ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات. حاملات وقرة، يعني السحب تحمل الأمطار. نعم. ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات، ولا انصدع عن الحب أنواع النبات، ولا اضطربت أمواج، ولا انصدع عن الحب. نعم. ولا انصدع عن الحب أنواع النبات، ولا اضطربت أمواج البحار الزاخرات، ولا تحركت المدبرات والمقسمات، ولا سبحت بحمد فاطرها الأرضون والسماوات وما فيها من أنواع المخلوقات، فسبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا، إنه كان حليما غفورا. نعم، كل شيء في السماوات والأرض يسبح، سبح الله عز وجل، يعني ينزهه، ينزه، تسبيح معناه التنزيه، نزه الله سبحانه عن النقائص والعيوب. لكن هذا التسبيح قد نفهمه ونسمعه وقد لا نعرفه، تسبيح الجبال، تسبيح الحصى، تسبيح الأشجار، تسبيح السماوات والأرض، ولكن لا تفقهون تسبيحه، لكن الله جل وعلا يعلمه ويسمعه تسبيحا حقيقيا، كل بلغته، حتى الطيور، حتى الطيور تسبح الله عز وجل بلغاتها، وحتى كل شيء فإنه يسبح بلغته التي لا نفهمها نحن. سليمان عليه السلام معجزة له أعطاه الله أنه يعرف لغة الطيور ويخاطبها وتخاطبه، هذه معجزة، وسمع كلام النملة وماذا تقول،
فهذا خاصية لسليمان عليه الصلاة والسلام، معجزة له تدل على نبوته. وأما نحن فلا نسمع هذه الأشياء ولكن ما نفهم معناها، نسمع أصوات الطيور ونسمع أصوات الوحوش وأصوات الحيوانات لكن لا نفهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم. فصل. فإذا عرف ذلك فكل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه، وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة، ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده، كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده. ولهذا قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم يقل سبحانه: لما وجدتا ولكانتا معدومتين. لو كان فيهما، يعني في السماوات والأرض، آلهة إلا الله لفسدتا، لأن الآلهة المتعددة لا تتفق على شيء، كل له إرادة، كل له ميول، وكل يبي ينفذ ما يريد، فيحصل بذلك الخلل في الكون. فكونه الكون منتظم ومنتسق ولا يتخلف ولا يتغير دليل على أن مدبره واحد، لو كان يدبره أكثر من واحد لفسد. كما تشاهدون في الناس إذا اشتركوا في شيء ما يتفقون، وكما يقولون جدر الشركة ما يفوح، لأنهم يختلفون، ما يختلفون بينهم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ فالمملوك إذا كان له عدة أسياد ما يدري من يرضي منهم ولا يدري من يطيع منهم، كل واحد له رغبة فيضيع بينهم. وأما اللي له مالك واحد هذا يستريح، أنه يعرف مقاصده ومطلوبه ولا يتعب في تحقيق مطلوباته. فالمشرك لما كان له آلهة متعددة صار في عذاب وفي تعب، الموحد لما كان إلهه واحد كان مرتاحا ومطمئنا ومتلذذا بالعبادة. هذا مثل للمشرك ومثل للموحد. نعم. ولهذا قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم يقل سبحانه: لما وجدتا ولكانتا معدومتين، ولا قال: لعدمتا، إذ هو سبحانه قادر أن يبقيهما على وجه الفساد، لكن لا يمكن أن يكونا على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتاه وسكن فيهما. فلو كان للعالم إلهان لفسد نظامه غاية الفساد، فإن كل إله كان يطلب مغالبة الآخر والعلو عليه وتفرده دونه بالإلهية، إذ الشركة نقص في كمال الإلهية. والإله لا يرضى لنفسه أن يكون إلها ناقصا، فإن قهر أحدهما الآخر كان هو الإله وحده، والمقهر ليس بإله. وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجز كل منهما ونقصه، ولم يكن تام الإلهية، فيجب أن يكون فوقهما إله قاهر لهما حاكم عليهما، وإلا ذهب كل منهما بما خلق، وطلب كل منهما العلو على الآخر، وفي ذلك فساد أمر السماوات والأرض ومن فيهما، كما هو المعهود في فساد البلد إذا كان فيه ملكان متكافئان، وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان، والشول إذا كان فيه فحلان. وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء، ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم وانفراد كل منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض. فصلاح السماوات والأرض واستقامتهما وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. نعم. انتظام هذا الكون، السماوات والأرض والأفلاك والنجوم والنباتات وكل شيء منتظم، ما يختلف ولا يتغير منذ خلقه الله، وهو ممسك على هذا النظام. هذا دليل على أن مدبره واحد، إذ لو كان مدبره أكثر من واحد لاختل ولا فسد،
لأن كل واحد له إرادة وكل واحد يريد أنه يصير هو اللي ينفذ أمره، يحصل في ذلك الخلل والفساد والاضطراب في هذا الكون. فهذا من أدلة وحدانية الله سبحانه وتعالى. نعم. وأن كل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى. كل معبود غير الله جل وعلا، المعبودات كثيرة. إذا قرأت في الملل والنحل ورأيت تعدد المعبودات وتعدد الآلهة، اللي يعبد الشمس واللي يعبد القمر واللي يعبد الشيطان، الآن فيه من يعبدون الشيطان، الآن فيه من يعبدون الشيطان، من يعبد النار، من يعبد الشجر والحجر، من يعبد النور، من يعبد الظلمة، من يعبد، متفرقون في عباداته، لكن كلها باطلة، كلها يبطلها قول لا إله إلا الله، يبطل جميع هذه الأشياء. لا إله هذا يبطل جميع معبود غير الله جل وعلا، إلا الله يثبت العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا صارت كلمة التوحيد، صارت لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، العروة الوثقى، كلمة عظيمة، لأنها تبطل جميع الشرك وتثبت التوحيد لله عز وجل، وهي كلمة خفيفة قليلة الألفاظ مختصرة يقولها الإنسان بسهولة، وهي عظيمة ثقلت في السماوات والأرض، كما في الحديث لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، فهي ثقلت في السماوات والأرض، لأنها لها معنى عظيم فيها إبطال الشرك وإثبات التوحيد لله عز وجل. نعم. وأن كل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. لو كان مع الله، هذا برهان آخر، هذا برهان آخر غير البرهان الذي سبق، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا برهان آخر على التوحيد، برهان عقلي. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذا كان هناك آلهة متعددة فلا يخلو، ما يمكن أنهم يبقون ويصير تدبيرهم واحد أبدا، فلا بد من أحد أمرين، إما أن يتغلب أحدهما وهذا هو الإله الحق، وإما أن يقتسم الكون، كل واحد يأخذ نصيبه ويفصلون الشركة، وحينئذ يفسد الكون. فلا، الكون الآن ما فيه انقسام، ما فيه شيء لله وشيء لغير الله، كله لله عز وجل. وكون الكون لم يقسم وكونه لم يكن فيه آلهة متعددة متفقة، هذا دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، برهان قاطع عقلي. نعم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. نعم. وقال: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذا دليل ثالث، برهان ثالث، لو كان معه آلهة كما يقولون المشركون، كما يقول المشركون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني تغالبوا، لأن يعني مثل الملوك في الدنيا يتغالبون، كل واحد يبي الملك، كل واحد يريد الملك، ولا يكون في البلد ملكان أو أميران أبدا، إلا يكون واحد منهم تحت الآخر، نعم يساعده، يكون مساعدا له يمكن، أما أنه يكون إله مستقل وملك مستقل ما يمكن، هذا يحصل اضطراب في البلد، يحصل
اقتتال ويحصل اختلاف، هذا في الخلق، فكيف بالكون كله؟ لو كان فيه آلهة متعددة لفسد، فسد كله. نعم. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني لطلبوا التغلب، لطلبوا التغلب على الله عز وجل، وما حصل هذا. الله جل وعلا هو الغالب وغيره مغلوب، دل على أنه هو الإله. نعم. فقيل المعنى: لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر. نعم. كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، ويدل عليه قوله في الآية الأخرى: ولعلى بعضهم على بعض. قال شيخنا رضي الله عنه: والصحيح أن المعنى، شيخنا يعني شيخ الإسلام بن تيمية، لأن ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. قال شيخنا رضي الله عنه: والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته، فكيف تعبدونهم من دونه؟ إيه نعم، هذا معنى ثاني في الآية: لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني عبدوه وطلبوا رضوانه، فدل على أنهم لا يصلحون للعباد. الذي يتقرب إلى الله ويخاف من الله لا يصلح أن يكون إلها. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. جميع الآلهة في الدنيا وجميع الأطباء ما يستطيعون يرفعون المرض عن شخص أنزله الله فيه، ولا يستطيعون نقله من عضو إلى عضو أو من شخص إلى شخص. لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هم يعبدون الملائكة، والملائكة يعبدون الله ويتقربون إلى الله، فدل على أنهم عبيد لا يصلحون للعبادة. يعبدون المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، والمسيح يعبد الله، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. فكيف العبد يتخذ إله وهو ضعيف فقير إلى الله يتقرب إلى الله عز وجل؟ فهذا دليل على بطلان الشرك. الكون كله والأصنام والأحجار كلها تحتاج إلى الله عز وجل، كلها فقيرة إلى الله، هو الذي خلقها وأوجدها وهو الذي يصلحها. الأشجار والأحجار وكل شيء، والبحار والأنهار، كل شيء فقير إلى الله عز وجل. نعم. وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيدا له. قال: ويدل على هذا وجوه، منها قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب فيرجون رحمته ويخافون عذابه. أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي كما أنتم عبادي، ترجون رحمتي وتخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم من دوني؟ الثاني أنه سبحانه لم يقل لابتغوا علي سبيلا، بل قال لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب كقوله تعالى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى كقوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. نعم. الثالث أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه، فهو سبحانه قد قال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم إنما كانوا يقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه، فقال: لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له، فلماذا تعبدون عبيدهم من دونه؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هذه الآية كافية. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فكيف تعبدونهم وهم عباد؟ والله جل وعلا هو الواحد القهار الذي قهر الأشياء ودانت له وانقادت له وحده. نعم. فصل. والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام. يكفي.